فكرة أن أسماك القرش لا تحب طعم البشر كانت موجودة على الأقل منذ نصف القرن الماضي، حيث ظهرت للمرة الأولى في مقال تم نشره في جريدة أمريكية في عام 1968 للدكتور شيلتون أبليت، حيث أشار إلى أن السياح عادة ما ينجون من هجمات أسماك القرش لأن الأسماك بعد أول قضمة من لحمهم لا يحبون طعمه فيتركونهم. بالمناسبة إنه نفس الطبيب صاحب نظرية العلاج بالضرب. على كل، فإن كل هذا يقودنا إلى سؤال محير، هل حقا لا تحب أسماك القرش طعم البشر؟ هيا لنتابع. في البداية يجب أن تعرف أن هناك مئات الأنواع المختلفة من أسماك القرش، عدد قليل منها فقط تميل لعض البشر، ومع ذلك فإن أغلبها لا تقوم بأكل ضحاياها من البشر باستثناء بعض الأنواع كالقرش الأبيض وقرش النمر. هذا لأن أسماك القرش بالفعل لا تحب مذاق لحم البشر، بالإضافة لأن مكونات أجسامنا لا تعد مصدرا غذائيا مثاليا بالنسبة لها، وهو ما يثير تساؤلا أكثر غرابة. لما إذن تقوم أسماك القرش بعضنا بما أننا لسنا الوجبة المثالية لها؟ هناك العديد من النظريات حول سبب عض أسماك القرش للبشر. أولها تلك النظرية التي تقول أن أسماك القرش تقوم بعضنا بالخطأ، حيث تخطئ بيننا وبين الفرائس البحرية كأسود البحر والفقمة. ولكن بالنظر لسلوك القرش حين عضنا نجده متناقضا تماما لسلوكها بعد عض إحدى ضحاياها. فحسب ما صرح أيضاً مارتن مدير مركز البحوث للحياة البحرية، فإن هجوم القرش الأبيض مثلاً على أسود البحر يكون عنيفاً، حيث تضرب ضحيتها بقوة بالغة حتى تقوم بسحقها. بمقارنة ذلك السلوك بسلوك القرش الدرامي بعض الشيء عند مهاجمتنا، فالأمر لا يبدو حادثاً بالخطأ. أضف لذلك أن أسماك القرش ذكية للغاية ولديها حواس حادة، بما في ذلك رؤية حادة بشكل لا يصدق، وحاسة شم قوية، وحتى حاسة سمع جبارة. فمثلا يمكن لأسماك القرش الليموني أن تقوم بتمييز نبرة صوت من بين 25 نبرة صوت أخرى، كما أنها تستطيع التمييز بين رائحة البشر والمخلوقات البحرية الأخرى. وبالمناسبة فهي أيضاً لا تنجذب لرائحة دمائنا كما صورت الأفلام، كل هذا بجانب تمييزها للمجالات الكهروضوئية والتغيرات الدقيقة في ضغط الماء. لذا كيف لذلك المخلوق ذو القدرات المذهلة أن يخطئ التمييز بين إنسان وفقمة؟ بالطبع كل ما سبق من شأنه دحض تلك النظرية وبقوة. والآن لنعود مجدداً لنقطة الصفر، ما السبب الذي يجعل أسماك القرش تهاجمنا؟ إنه الفضول. عندما تواجه أسماك القرش كائناً غير مألوف، مخلوق قد يكون مصدراً محتملاً للغذاء، يقومون بالتحقق عن كثب، ولكنها تستخدم أسنانها كما يستخدم البشر أيديهم لتحسسنا، فتغرس أسنانها التي يتراوح طول السن منها من 10 إلى 15 ملي في لحمنا لتتذوقه وتشم رائحة الدم لتتعرف علينا. لهذا دائما ما نجدهم يقتربون بحذر قبل مهاجمة أحد الأشخاص. في تلك الحالة حاول أن تبقى هادئا ولا تصدر أي رد فعل، يبدو وكأنهم ستقوم بمهاجمتهم، إن لم تكن سيء الحظ ستنجو من أول عض. ولكن للأسف يمكن لعضة واحدة سريعة من سمكة قرش كبيرة أن تنهي حياتك. بالعودة مجددا إلى فكرة أن أسماك القرش لا تحب مذاق طعم البشر، فهذا لا يعني أنه السبب في أنها لا تأكلنا. في هذا الصدد صرح دكتور دانيال باوتشر من جامعة الجنوب أن الأدلة على ذلك قليلة للغاية، فبراعم التذوق لدى أسماك القرش لا تحدد إن كان ذلك الطعام مذاقه جيد أم سيء، بل تحدد إن كان صالحا للأكل أم لا. الفيصل في تلك الحالة هو نوعية اللحوم وكم البروتينات التي تحتويه. ولهذا السبب نجد أسماك القرش تستمتع ببساطة بتناول وجبة من اللحم الميت في حالة الضرورة دون الاهتمام بجودة مذاقها. لذا فإن النكهة على ما يبدو لا تؤثر مطلقا على نوعية الطعام الذي تتناوله أسماك القرش. والآن تجد نفسك أمام لغز جديد، لما إذن لا تقوم أسماك القرش بأكل البشر طالما أن المذاق لا يحدد بنوعية أكلها؟ الإجابة بسيطة، هي أن تكوين أجسامنا لا يناسب أسماك القرش إلى حد كبير، وغالبا ما يمثل عبئا على جهازها الهضمي، حيث تحتوي أجسامنا على نسبة عالية من الدهون بكم أقل من السعرات الحرارية. هذا ليس مثاليا لأسماك القرش
حيث يصعب هضم الجسم البشري بسبب العظام السميكة. لذا فإن ضياع أيام كاملة في هضم إنسان بدلاً من تناول وجبة أخف أكثر كثافة في السعرات الحرارية ليس بالاختيار المثالي لأسماك القرش. السبب الثاني لعدم أكل أسماك القرش لنا هو الخوف. صحيح كما سمعت، فعلى الرغم من سمعتهم المخيفة إلا أنهم يخافون كذلك، حيث تبين أن أسماك القرش تفضل تناول فريسة ساكنة أو ميتة بدلاً من خوض معركة دامية كي تصطاد فريستها. حتى في بعض الحالات تم رصد أسماك قرش أبيض تقوم فقط بجرح فريستها بجروح بالغة، ثم تجلس لتراقب من بعيد إلى أن تموت الفريسة متأثرة بجراحها، فتأتي سمكة القرش لالتهامها. نفس الحال ينطبق على البشر، فنحن باعتبارنا قادرين على خوض معركة مع أسماك القرش وإلحاق بعض الأضرار بها كإصابة عينيها أو وجهها، وهو عادة ما نستطيع الدفاع به عن أنفسنا ضد أسماك القرش. تتراجع أسماك القرش عن مهاجمتنا، خصوصا وأن الفرائس المقاومة تنخفض القيمة الغذائية لها بشكل عام. وأخيرا، أسماك القرش بالفعل لا تحب مذاق لحم البشر، إلا أن هذا ليس السبب في عدم قيامها بأكلنا، ولكن بسبب أن تكويننا الجسماني الذي لا يعد وجبة مثالية لها، خصوصا وأننا كائنات يمكننا الدفاع عن نفسها. لذا ببساطة نحن مغامرة لا تستحق المخاطرة من أجلها. ليس سيئا أن تعرف من تكون. بالمناسبة، عدد قتل البشر على يد القرش سنويا حوالي 10 أشخاص، في حين أن عدد أسماك القرش التي يصطادها البشر سنوياً من 20 إلى 30 مليون سمكة قرش وفقاً لتقارير متحف فلوريدا للطبيعة. من المفترس الآن؟ شاركني رأيك في مكان التعليقات. أراك في الفيديو القادم. إلى اللقاء.